الله وبركاته. من يعلق الجرس؟ هذا السؤال اللي ينبغي أن نطرحه في نقاشنا اليوم. ما تكاد تجلس في مجلس إلا وتسمع الشكاوى من قطيعة الرحم، من الأخوة، وكثير من الناس يستدل ما أكثر الأصحاب حين تعدهم. يمكن كل من تجلس معه يقول نفس الشيء، كل من تجلس معه يقول ما أكثر أصحابي أنا تعدهم. طيب أنت، هذا هو السؤال، أنت من الأصحاب الذين عدهم ولا أنت من الأصحاب الذين قليلوا؟ يقول لك والله يا أخي الجيران الآن ما حد جار، ما حد يعرف جاره ولا يدري عن جاره ولا يدري وش القصة. طيب أنت تدري عن جارك؟ أنت تفقد جارك ولا تبغى جارك يتفقدك؟ كثيرا ما يقول ما يزوروننا أخيانا أو أقاربنا، ما يشوفهم. ما طيب أنت وصلتهم؟ أنت اتصلت عليهم؟ أنت سألت عنهم؟ ليش دائما نبغى الناس هم يسوون الشيء، ما احنا نسوي، احنا ما نبدأ، ما نأخذ سبق المبادرة نحن؟ حتى لنفترض الحديث، يعني إن حين جاء الرجل يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام من قرابته أنه كان يصلهم ويقطعونه، هو وصلهم هم يقطعونه، هنا هذه المبادرة، هذه الصح، هذا هو الفعل الصح. يعني كما يقول ليس الواصل بالمكافئ، يعني عشان جاني أجيه، طيب ما جاني أصله أنا المفروض. واحد من زملائي انقطع عني فترة خلاص أسألها ورا، ما عاد سأل، ما عاد اتصل. طيب ليش ما تتصل أنت؟ ليش ما تسأل أنت؟ ليش ما تبادر أنت؟ لماذا لا تكون أنت السباق؟ لماذا ننتظر دائما الوصل يأتينا من واحد منا ينتظر من الآخر أن يفعل، ينتظر من الأخو أن يتصل فيه، ينتظر من الصديق أن يجيه، ينتظر من الجار أن يصله، لكن هو ما يبادر. أكاد أجزم أنه في كل مجلس هذا. إذن من يعلق الجرس؟ لازم نبدأ نحن بتعليق الجرس. في عادة سيئة نريد أن نغيرها يجب أن نبدأ نحن، ما ننقذ الناس ونقعد نسوي نفس فعلهم أو نجاريهم. يقولك والله فلان مسرف يجي حط ذبايح، ولين جاء الضيف حطه ذبيحتين. إذا لازم تبادر أنت. إذا لم تبادر وانتظرت المبادرة من غيرك فلن يستقيم المجتمع أبدا. لابد أن نتكاتف، يكون البدء دائما منا. وقد ضربوا مثلا، كانوا يضربون مثل بالصلاة، الصلاة مثلا في الحرم ولا في الحرمين، حتى يعني أكبر تجمع تقريبا في الحرمين، ومع ذلك تقام الصلاة في ثواني أو دقيقة، خلينا نقول بلاش ثواني عشان ما يعني نبالغ، تكون الصفوف مكتملة الحمد لله، استووا اعتدلوا، استووا اعتدلوا، ويصلون كأنهم. ليش؟ لأن أنت ما تفكر تقول والله لسه لين خلي صفون أقوم أصف أنا. من يوم تقام الصلاة تقوم وكل واحد يأخذ مكانه. فإذا المبادرة لازم تكون من قبلي أنا، ابتداء مني أنا. إذا بديت أنا، بديت أنت، بدأ التواصل، بدأت تنقطع هذه الشكايات، إلا عند من لم يرد الله به خيرا، وهذا عاد لا نملك لهم إلا الدعاء. الله يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى.